سؤال آخر نفس السائل يقول: صلى بنا إمام قائلا الله أكبر في الرفع من الركوع بدلا من قول سمع الله لمن حمده، ولم يسجد للسهو جهلا منه، فما حكم صلاته؟ إذا كان متعمدا تبديل سمع الله بالله أكبر تبطل الصلاة، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا بد من سجود السهو، يسجد سجدتين للسهو، فإن سلم قبل أن يسجد فإنه يسجد بعد السلام، وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم.